السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج القراء. قارئ اليوم بفضل الله تعالى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. عرفناه ولا ما عرفناهوش؟ سيدنا أبو موسى الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. نعرف قصة يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو موسى من خلال ضيفنا اللي بيشرفنا في كل حلقة، فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف. شرف الله وبارك شيخنا الشيخ أشرف، وبارك في عمرك جمعنا بك دائما على خير. الله يحفظك. سيدنا أبو موسى الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رضي الله عنه. بعد الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه وأرضاه من الذين أسلموا بمكة، ثم رحل إلى قومه باليمن وقدم بهم على النجاشي، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. دعاء يعني يدخل الجنة على طول إن شاء الله، ودعاء فيه من حب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله الدعاء ده يقطر حبا من النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ومع قصر المدة التي عاشها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح خيبر حتى وفاته، إلا أنه جمع من النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، ومن الصحابة المعدودين من الذين قرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما حال حياته صلى الله عليه وسلم، ثم جمع له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمارة الكوفة والبصرة. لما كان أميرا على الكوفة والبصرة، أرسل أبو موسى الأشعري أنس بن مالك رضي الله عنهما إلى عمر بن الخطاب. فلما وصل أبو موسى أنس بن مالك رضي الله عنه إلى سيدنا عمر بن الخطاب، قال: يا أنس، كيف تركت أبا موسى؟ قال: تركته يقرئ الناس القرآن. الله. قال: والله إنه لكيس ولا تخبر. بيستفيد من الوقت يعني. شوف البركة. قالوا: قادم على البصرة فعلم أهلها القرآن وفقههم في الدين. ما شاء الله. رضي الله عنه وأرضاه. وهو أحسن أصحاب رسول الله صوتا على الإطلاق. صلى الله عليه وسلم. حتى للرواية المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يقرأ القرآن فسر منه، وقال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. حتى أنه روي أن أبو موسى الأشعري أيضا نزل إلى دمشق في حياة معاوية وخلافته رضي الله عنهما. أبو موسى مات سنة 44 هجريا تقريبا. قال: فلما نزل في الدور يعني في دمشق، نزل معاوية ليلا كي يستمع قراءته. الله. يعني كأن معاوية اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في السماع. فصوت من أجمل الأصوات التي قرأت القرآن، صوت جميل مؤثر استمع له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى قالوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قالوا: كثيرا ما كان يقول: يا أبا موسى ذكرنا، فيقرأ أبو موسى القرآن. الله. بجمال صوته وحسن أدائه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مزمارا. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنى بالقرآن. هل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ بالألحان والمقامات؟ لا، مش بالشكل اللي عليه طبع الأيام دي خالص. نعم. يعني أبدا. بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض. نعم. لكن هو بطباع بالأنغام التي أجازتها طباع العرب، يعني على الطباع التي طبع عليها العرب من الإنشاد ومن الأداء الصوتي الجميل. تمام. حتى الشيخ الجعبري قال كذا، قال: اقرأ بأنغام الأعارب طبعها، وأجيزت الأنغام بالميزان، يعني بما تطبع عليه الناس، مش بما عزفوا من الآلات ومما قوموا ألسنتهم على السلالم الموسيقية والكلام الفاضل. لكن بس يعني قبل ما أكمل الكلام في حتة المقامات، هم أصلا أهل اليمن مشهورين بجمال الصوت. نعم.
والحكمة، حتى قالوا الحكمة يمانية. يماني، نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه، قالوا في أسباب النزول أنه لما نزلت الآية قال بقوم يحبهم ويحبونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى ما شاء الله اليمانيين. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال يأتي عليكم قوم أو يقدم عليكم قوم هم أرق قلوبا بالقرآن منكم. قال فإذا أبو موسى وقوم، قالوا وأخذوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. نعم. شوف من رقة قلوبهم وحسن طبعهم وجمال الصوت، هذا من حسن الطبع. لذلك لم يستغرب أن أبا موسى رضي الله عنه ورث من قومه مع حسن طبعه جمال الصوت، وهذا نعم. معهود في أهل اليمن بارك الله فيهم وفرج الله كربهم وكرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جمال الصوت الذي لا يتعدى الطبع الذي جبلت عليه الشخصية السليمة القويمة التي يؤدي صاحبها القرآن أداء تاما منضبطا لا غلو فيه ولا تفريط. نعم. يعني أنا بأقرأ القرآن بأضبط أحكام التجويد و اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام الوقف والابتداء، لا أتعدى أحكام التجويد ولا المنقولة سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أجمل القرآن بصوتي أو أجمل صوتي بالقرآن. نعم. نعم. على ما يعني جبلت عليه الطبيعة دون تكلف ولا تصنع ولا يعني ترجيع للأداء بما بالطريقة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبما استقر عليه العزف بين أهل الموسيقى ونسبة فعلتهم إلى القرآن يعني على غير هدى ولا غير سابق. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أصل هذه يعني يأخذون هذا الحديث حجة. نعم. على موضوع القراءة بالمقامات. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ألم يقصد بها ليس منا من لم يطبق الأحكام أليست الأحكام التجويدية من غنة ومد وإدغام وغيره من الأحكام، أليس فيها نغم؟ فيها تغني؟ طبعا الأحكام نفسها فيها جرس إيقاعي في الأذن يحبب ويلطف القراءة في أذن المستمع، ولذلك معظم مشايخنا قالوا كده، قالوا يتغنى من الغنى من مش يتغنى من الغناء. نعم. يعني فإن قراءة حتى تسمعها سبحان الله صاحب الصوت اللي هو يعني تنفر منه الأذان لما يتعلم أحكام التجويد، يا سلام، تسمع منه القرآن تأنس به. كثيرا ما كان بعض المشايخ ليسوا أصحاب صوت جميل يعني ظاهر جماله، ولكن أصحاب الصوت أقل من العادي، لكن تلاوتهم منضبطة وفيها استحضار قلبي واتصال بالله، فتجد الناس خاشعة خلفهم لسماع القرآن، جماعات ألوفات تأتي من كل حد من صوب الصلاة خلفهم. طب ماذا تقول سيدنا لمن يعني لا يتأثر الناس بقراءته للقرآن ولكن يتأثرون بدعائه وبابتهالاته وما شابه تأثرا شديدا؟ يعني أنا يحضرني الآن كنت أصلي في مسجد مساجد التراويح والإمام بيقرأ في آيات يعني تحتاج إلى خشوع، وأجد من بجانبي يتململ من الوقفة لأني أصلي بجزء، لكن عند الدعاء بكاء وصراخ فماذا تقول له؟ والله أنا مولانا الشيخ أشرف، أنا يعني لي رأيي في هذا الأمر لعله يكون شديد شوي. أنا أكاد أنفر من هذه الأدعية التي ترتبت على السجع والطباق والفواصل النغمية والفواصل اللفظية التي يعني تتجاوز حدود ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب. ثم إني يعني أنا بسأل سؤال وبتعجب صراحة، أنا الآن الله سبحانه وتعالى بيكلمني وأنا غير منصت إلى كلامي، لا من قريب ولا من بعيد، واحد من عباد الله بيصرخ ويولو الخائف من النار قاعد عمال ألطم وأصوت وراه. طب ما كان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك. نعم. كان الأولى أن تصغي إليه بقلبك. كأن الدعاء ده الأدعية المنثورة والمنظومة بالشكل ده أوقات كثيرة جدا، كأن الناس بدوا ياخدوها إيه كنوع من أنواع غسيل الذنوب وغسيل النفوس. نعم. النفس تغسل بالقرآن.
بحسن أدائي وبحسن استماعي إلي. هذه رسالة من الله، يعني الناقل ينقلها كما قالها الله سبحانه وتعالى تماما، كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاطبك بها خطابا مباشرا دون ما تغيير ولا تزييف ولا تحريف. أنا ما أستمعش لكلام ربنا سبحانه وتعالى ولم يرق قلبي لي، هل يرق قلبي لي اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومش عارف يعني، يعني الموضوع بيزيد عن الحد خالص يعني. ثم إن الله يعني حتى يعني حتى في العبادة في التدريب كانوا مشايخنا يقولوا لنا إيه؟ كانوا مشايخنا يقولوا لنا حتى العبادة درجات، فمن عبد الله عبد الله سبحانه وتعالى ويعني لذاته سبحانه وتعالى حبا فيه وتقربا منه هو في منزلة الأعلى من الذي عبده خوفا من ناره. نعم. يعني يعني أنا لو كذا كذلك يعني ولله المثل الأعلى، بشبهها بمعاملة الولد مع والده. لما يكون هو الولد ده في سن صغير بيعامل والديه معاملة جيدة خوفا منهما، طب لما يكبروا في السن خلاص نزعت كل أسباب الخوف. طيب على ما ستنبني معاملتك الجيدة؟ يعني إما أن تنبني على أنه يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يلقاه وهو مفرط، وإلا لهتك كل ستر بينه وبين أبيه وأمه. أحسنت سيد. أو في منزلة أعلى وأكبر أن يعني يبذل لهما كل ما تحمله نفسه من خير حبا لهما لا انتظارا لأن يفنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى. كذلك عبادة الله سبحانه وتعالى أرقى أنواع هذه المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، أن يحب الإنسان الله سبحانه وتعالى لذاته العليا، فهو الكريم سبحانه الذي إذا رضي يعني فتح أبواب العطاء لعباده وأرضاه من كل حد وصوب. فالرسالة جاية من الله سبحانه وتعالى. أنا أحرم نفسي كلام أن هذا الكلام رب العزة يخاطبني أنا به وحدي، تمام، واستمع لهذا وأنصت. وهذا حتى لا يفهم خطأ سيدنا، نحن لا ننكر على أصحاب الأصوات الجميلة، نحن نتكلم على سيدنا أبو موسى الأشعري أنه كان صوته جميلا جدا، لدرجة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوتيت قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم. فنحن لا ننكر هذا سماع الأصوات الجميلة، بل بالعكس أنا أبحث، ويعني يعني سيدنا يصلي إمام لكن أنا لا أصلي في التراويح، لكن أبحث عن صاحب الصوت الجميل الذي يعني يجعلني أسمع القرآن وأنا مستحضر بقراءة صحيحة وأنا مستحضر الآيات، لا من يأتي بمقام فيمد ما لا مد فيه ويأتي بغنة في بعض الأوقات 6 حركات تقريبا وفي بعض الأحيان الأخرى حركة واحدة حسب المقام الذي يقرأ به. والمد أنا سمعت مد عديته مرة كده يعني بالذاكرة من خلال الخبرة وصل ل 18 مد عند قفل الآية، مد عرض السكون يعني احنا أقصى سقف المد عندنا 6 حركات. صحيح. يعني سبحان الله، احنا يعني مختصر الكلام نريد أن نصرف الناس من كلام غير الله إلى كلامه سبحانه وتعالى ذاته، حتى لا تضيع أعمارهم منشغلين عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى كلام غير، حتى إذا ما لقوا الله سبحانه وتعالى وذكرهم بما بسابق إنذاراته إليهم وسابق رسالته إليهم كأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك. ما أنت كنتش تسمع إلا نغمة. ثم إن يعني حتى يعني حصل معنا موقف، إحنا في لجنة اختبار في مرة كذا، فكان أخ ده من السنغال وكان الولد ده يعني صوته وحش خالص حقيقة، سبحان الملك، حتى سبحان الله يعني لله في خلقه شؤون، حتى شكله كمان ما كانش يعني إيه متعور في وشه كده مش عارف إزاي، ويعني منظره يعني فيه شكله غريب جد وصوته يعني ما فيش خالص ليس أنا. لكنه لما بدأ الاختبار يا ابني أنت حافظ القرآن؟ قال أنا حافظ القرآن، حافظ كله؟ قال أيوه حافظ كله. قلت طيب اختبروه. فلما سألناه ما أخطأ في القرآن خطأ واحد لا في آية ولا أحكام في استرسال ومتشابه، لا لا حتى أحكامه على قده. نعم. بس أداؤه لللفظ أداء صحيح. مسكين ما لقاش حد يعني يظهر كان لسه خاتم، ما كانش حد جود له يعني، لكنه بيقرأ اللفظ يعني القرآن اللفظ الصحيح. وبعدين كمان غير كذا حافظ القرآن من أوله إلى آخره حفظ ما شاء الله، قل أن تجد حد يحفظ القرآن ما شاء الله. فلما قرأ الولد ده يعني أنا في الأول الأمر لم يعجبني صوته يعني،
ولا أداؤه، مع أنه كان أخطأش في التشكيل ولا كده. فيعني استحضرت سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال بن رباح لم يكن عربيا، ولعله يعني كما تصورت الموضوع، لعل سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لن يقرأه كقراءة العرب، يعني مش هيقرأه زي عثمان الذي جبلت طبيعته على حسن أداء على اللغة العربية وعلى الكلام بالعربية. فتصورت أنه سيدنا بلال بن رباح لما يقرأ القرآن هيقرأه مثل هذا الولد، يعني هي الرسالة نقلها وسمعها وضبط لفظها لكن دون ما يحسن ويجيد مثل العرب. فأنا دلوقتي المشكلة عندي فين؟ هل المشكلة عندي أن أنا بسمع صوت جميل ولا هي رسالة يخاطبني ربي سبحانه وتعالى بها؟ نعم. يعني فكان الموقف ده صعب جدا، حتى أن أنا بكيت بكاء شديد جدا، تأثرت بقراءة الولد. الزملاء قالوا يا شيخ أنت تأثرت ليه كده؟ قلت لهم ده سيدنا بلال بن رباح، أنا استحضرني سيدنا بلال. نعم. هو يقرأ قراءة الولد ده كده، إن شاء الله، ودي رسالة مجردة من أي مزين. نعم. من الله سبحانه وتعالى. هل هتسمع الرسالة عشان هي جاية من الله ولا عشان هي مؤداة من صوت فلان أو علان من الناس؟ فيعني كان الإجماع نعطوه علامة كاملة، يعني تأثروا يعني به تأثر الله شديد، الله كأن الله. يعني جاءتهم الرسالة مجردة، هذا كلام الله وهذه رسالته. نعم. فماذا أنتم فعلنا صبح؟ هل ستستحنون استقبالها عشان هي جاء من أحمد منصور ولا أشرف عامر بشكل جميل، ولا لو تغير الناقل لتغير حالنا مع هذه الرسالة؟ يبقى الأصل عندنا هو استقبال القرآن أنه كلام رب العالمين، وأنا أستحضر أن هذا الكلام رب العزة يخاطبني به، فبالتالي أنا سمعا وطاعة لكلام الله. لكن إن أنا أتأثر بصوت الشيخ ولا أتأثر بكلام القرآن بكلام الله، هذا أمر صعب، لا مغاير للفطرة السليمة والله. حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قوم أبي موسى قال أرق قلوبا لكلام الله منكم، يعني أسرع به تأثرا. يعني سبحان الله، حتى الله سبحانه وتعالى يعني قال كده في الكتاب، قال الذين إذا ذكر الله نعم وجلت وجلت قلوبهم. الله، يعني القلوب ترتجف. نعم. حينما ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم من يشرك به تؤمنوا. فمن جملة دعاء الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن. نعم. سيدنا عمر الخطاب كان يزار بالشهر كاملا بسبب سماعه لآية من القرآن. والله إن عذاب ربك لواقع لما مر. نعم. فيها والله أنا سمعتها مرة من الشيخ محمد صديق بن شاوي كان بيقرا كده، والرجل ده ما شاء الله، يعني ما شاء الله، يعني والله كاني اول مره اسمع. انا يعني ارتعدت في رأسي، قلت الله، ما احنا كنت بسمع الايه دي ازاي قبل كده؟ قالوا الشيخ يقرا بالمقامات. ابدا ابدا، ده الشيخ بن شاوي بالذات. نعم. كم عرض عليه ان يتعلم المقامات فابى. نعم. وقال ان الله سبحانه وتعالى هو الذي جمل صوتي بالقران. نعم. تعدى عليه بشويه الات ومعازف وكلام فاضي، ده الرجل ده بالذات. نعم. الله يرحمه، ومع ذلك كتب الله له القبول. قبول، سبحان الله، عجب. الواحد لما بيسمعه بيقرأ والله كأنه يمسح على صدره. نعم. حاجة عجب، سبحان كأنه الله. كأنه يعني يرى أو يعني يستحضر معاني الآيات من خلال القراءة. صحيح، بكل بساطة وبدون تكلف ومع صوت جميل فطري. نعم. هو التلاوة تكون كذا، وهو الوحيد الذي لم يمتحن في ذات القرآن الكريم، وذات القرآن الكريم هي اللي ارتحلت له عشان يسجله. نعم. وكان صاحب خلق ودين الشيخ محمد ولم يعش كثيرا، سبحان الله، سبحان الله، لكنه عاش في قلوب. نعم. أهل القرآن. أحسنت سيد. وإن شاء الله سيظل ذكره هو وأقانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ببركات القرآن الكريم ذكرا حميدا، لأنهم أدوا القرآن أداء مستحق لكل أحكامه، متأدب في تلاوته، غير متكلف، مع يعني حسن الخلق وجمال الطبع. هو ده، هي دي هذه الأنغام التي أجزاء العلماء هي التي تطبع عليها الإنسان السوي، مش التي اكتسبها من آلات الموسيقى وغيره. يعني لو الطبع، طب نفرض إن في حد يعني بيقرأ واكتسب يعني بعض المقامات أو بعض الأنغام، بلاش مقامات عشان إخواننا بيزعلوا عندهم حساسية من كلمة مقامات، بعض الأنغام أو النغمات في قراءة آية من الآيات، وضبط الأحكام التجويدية كما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا مقبول؟ ده شيء امر مستحسن جدا. بيكون ضابط، حتى لا يظن ان احنا اننا نهاجم. لا بالعكس، ده اداء مستحسن. لما اسمع اي حد بيقلد الشيخ المنشاوي ولا لا. بيقلد الحصري ولا بيقلد اي حد من المشايخ العظام. لا. والله حتى المعاصرين الضابطين، الشيخ المنشاوي الراشد ولا سعد الغامدي ولا نزدي، انا لما اسمع اي حد بيقلدهم بالفطره وصوته جميل واحكامه منضبطه، ما شاء الله، يعني بأسر سرور عظيم يعني.
يحضرني يا سيدنا بمناسبة الأخ الأفريقي اللي حضرتك اتكلمت عنه، كان في حد جاء من أمريكا وقرأ علي القرآن كاملا بفضل الله تعالى، ختمة كاملة، حفظ متقن، أحكام متميزة جدا، حروف تخرج من مخارجها وتتلبس بالصفات، وأنا ما أقصد شاء الله تتلبس يعني حضرتك تبقى عايش مع الحرف، ولا يتكلم العربية أبدا، سبحان الله. يعني حضرتك اللغة الإنجليزية فقط، ولا يتكلم العربية ولا يعرف كلمة في العربية، ربما لا يستطيع أن يكتب اسمه بالعربية، سبحان الله. لكن القرآن يقرأه بدون بقى تكلفات، لأنه أخذ القرآن بالتلقي. أيوة نعم. فيعني ونحن في يعني في الدول العربية نتكلم بالعربية، والبعض يتكلف في نطق بعض الحروف. ولذلك احنا هنقول حاجة بقى، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم. ثم لا يكونوا أمثالكم نعم أحسنت. على شاكلتكم التي تشكلتم بها، وهي التفريط في كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا و و و يجيب ربنا واحد جاي من قرغيزستان، أنا ما أعرفش، أنا أسمع البلد دي بس وفي إيه بلاد فين بعض هي لا يسمعنا صح. ما أعرفش، وتجد بيقرأ القرآن سبحان الله في نعم خلقه، يعني قلما تجد عربي بيقرأ كده بغض النظر بقى العربي ده كويس ولا مش كويس. يا سبحان الله، يعني هذا كتاب الله سبحانه وتعالى خص ذاته بحفظه، نعم مش يعني ترك أمر حفظه للناس. عارف ليه حضرتك سيدنا؟ لأنه يقرأ القرآن بالفطرة، هو صح يأخذ الحروف بتلقي ويقرأها كما سمعها، لكن إحنا عندنا ما شاء الله يقول لك أنا لازم أبالغ، حرف مرقق لازم أرققه، يقول لك إيه الله يا عم، إيه الله دي، إيه الله دي جت منين دي، قول الله، الحرف ميزان الحرف فلا ميزان، فلا تقبل تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسر الميزان، فلا تقبل، انت خسرت ده الإمام الميزان السخاوي خالص يعني. وطغيت في نعم الموازين، نعم حتى انقلب حاله واصبح سماع القران منفرا. ايه ده؟ نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قرا كده، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قرا صح كده ولا صح ابو موسى الذي نتشرف بالكلام عنه، نعم كان تترق ليه الافئده وتنصرف ليه الاذان بهذا التكلف والتنطع الذي يعني ما عرفناه من مشايخنا لا من قريب ولا من بعيد. طب ما هو ميراث مشايخنا لازال حي منهم، انتوا جبتوا النطق ده من فين والاداء ده من فين؟ الميزان يا سيدنا، نحتاج الى الميزان. الامام الخاقاني يحضرني ليه بيت بديع يقول زيد الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. الله. ده من ما يقرب من 1000 سنة نعم. قال هذا الكلام. وحتى الشيخ الشاطبي رضي الله عنه لما تكلم عن باب التجويد في اخر القصيده وصدر الكلام عن التجويد بالمخارج والصفات، قال وهاك موازين الحروف. الميزان عندهم هو حاضر في كل ال ولا وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة، بعدين قال ايه؟ قال ولا بد في تعيينهن من الأولى عنو بالمعاني عاملين وقولا، يعني يعني كمان عايشين مع المعاني يعني وده المعني عندهم يعني. لابد من تعيين الأداء من الذين اعتنوا بالأداء نقلا نعم وتوصيفا. نعم ما انا ما اخترعش ولا مؤلف، انا بنقل زي ما مشايخي قالوا لي وزي ما قرؤوني بالضبط، مشايخ الثقات طبعا. نعم زي ما حتى قال بعضهم ان جلوسك امام مشايخك المتقن المسند الذي تلقى تلقيا صحيحا كان جلوسك امام رسول الله صلى صلى الله الله عليه وسلم. فده لا يتم حسن الضبط الا بذلك. موازين تؤخذ على يد المشايخ الثقات زي فضيلتك فضيله الله الشيخ يرفع اشرف. قدرك، اسال الله ان رفع يجعلنا الله ممن قدرك. يزنون الحرف. آمين يا مولانا، بارك بارك الله الله فيكم فيك سيدنا، يعني حلقة كانت ممتعة جدا والله، ويمكن من أمتع الحلقات حتى الآن يعني. أمتعك الله ربنا بالصحة يحفظكم، والعافية ودايما وبارك عمرك يا نستمتع عم. باللقاء معكم سيدنا، الله ربنا يكرمك يحفظكم. الله يبارك في فيك نهاية يا الحلقة عم. بشكر ضيف الحبيب وشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءة بالأزهر الشريف. ألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى مع قارئ جديد في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.